يواجه فريق برشلونه فريق موناكو في الجوله الاولى من دوري ابطال اوروبا لكي تشاهد معنا المباراه مع علي فضل لايك وشكرا لكم مسبقا ملعب المستضيف مباراة ملعب ستادويس بموناكو في سن الساعه من مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والساعه التاسعة بتوقيت القاهره والساعه العاشرة بتوقيت السعوديه وقطر والامارات سوف تنقاد المباراه عبر قناه بين سبورت وحيد تجدون البث في صندوق الوصف لا تنسو اللايك بالقناة وتفعيل القناة و الخاص كيترجع الكل لكي ديما و تفاصيل مباريات القوية و و في مواد قادم